السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم. حلقه جديده من برنامج ايام الناس، العراق يتواصل. تحت هذا الشعار اليوم وبرعايه وزاره التجاره اكو ندوه للملحقين التجاريين، اللي من خلال هذه الندوه راح يتم مناقشه العديد من المشاريع اللي تخص العراق على جميع مفاصل او جميع القطاعات الاقتصاديه، لا سيما انه البنى التحتيه والواقع الزراعي وما شابه ذلك. معرض بغداد بدورته المقبله سيتم مشاركة أكبر عدد من الدول بهذا المعرض، إذ يعني بين قوسين هذا المعرض راح يكون مختلف عن بقيته. تواصلين وياكم؟ خليكم. على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي وزير التجارة الأستاذ أثير داود الغريري المحترم، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون، أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المحترمون وممثليهم، السيدات والسادة المدراء العامون المحترمون، السيدات والسادة رؤساء الدوائر التجارية العاملة في البعثات الدبلوماسية في الوطن، الجمع الكريم، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية معالي وزير التجارة الأستاذ أثير داود الغريري وبإشراف المهندس عادل خضير المسعودي مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، وتحت شعار العراق يتواصل، تقيم هذه الشركة ندوتها الأولى للملحقين التجاريين العاملين في الوطن، استعداداً لإقامة دورة معرض بغداد الدولي 47 لعام 2023، والتي تحظى باهتمام ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني، والمزمع عقدها بتاريخ 1 شهر تشرين الثاني لهذا العام ولغاية 10 منه على أرض معرض بغداد الدولي بمقر شركتنا. فأهلاً وسهلاً بالجمع الكريم. موطني والعراق يتواصل شعار اتخذته الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية ليكون تواصلنا معكم على أرض هذه الشركة، كونها تصبو للاكتمال الاقتصادي من خلال الأشقاء والأصدقاء. كلمة ترحيبية للمهندسة أريج حسين الجميلي معاون مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، فلتتفضل مشكورة. السيد وزير التجارة المحترم، السادة السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المحترمون، الحضور الكرام مع حفظ الألقاب والعناوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا حضوركم اليوم هذه الندوة التحضيرية للملحقين التجاريين استعداداً لإقامة معرض بغداد الدولي بدورته 47، والتي تحظى برعاية دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني. فأهلاً وسهلاً بالجمع الكريم. تتشرف إدارة الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية بدعوة معالي الوزير المحترم الأستاذ أثير الغريري لبدء أولى فقرات منهاج هذه الندوة، إيماناً منا بأن التواصل التجاري بين البلدان هو الشريان الذي يمد بلدنا الحبيب العراق كخطوة نحو الاكتمال اقتصادياً. فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون، السادة ممثلي البعثات الدبلوماسية المحترمون، السيدات والسادة الحضور مع حفظ الألقاب والعناوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم على أرض معرض بغداد الدولي، ونحن نستعد لإقامة دورة جديدة تحت شعار العراق يتواصل،
ولا يخفى على الجميع أن هذا النوع من التظاهرات الاقتصادية يشكل ملتقى الطرق للتبادل والتعاون الاقتصادي، وهو يمثل فرصة حقيقية لترسيخ علاقات التعاون بين العراق والدول المشاركة والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة في الشراكات وجذب الاستثمار واستقطاب الخبرات والتعرف على آخر تطورات في القطاع الاستثماري والاستفادة منها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي ننشد تحقيقها. أيها السادة، تعمل الحكومة العراقية حكومة الخدمات ومن خلال البرنامج الحكومي على دعم الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي والسعي لتوفير بيئة استثمارية وتأسيس شراكات حقيقية في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعمل في الاتجاه الآخر على تطوير تلك العلاقات ومن خلال تفعيل دور اللجان المشتركة التي تأخذ على عاتقها تطوير وتنمية العلاقات الثنائية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والاهتمام بإقامة المعارض التي تعد من أهم الأدوات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإقامة الشركات الحقيقية وتبادل الخبرات مع العديد من دول العالم والسعي للاستفادة من التجارب المتقدمة في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين المحليين والأجانب. وأمام هذه الأهداف الكبيرة والسعي الجاد في التنمية الاقتصادية، فإننا نسعى أن تكون الدورة المقبلة لمعرض بغداد الدولي فرصة حقيقية في تنفيذ ما نصب إليه من نتائج ستكون نقطة انطلاق واسعة للتعاون، وهي رسالة تعريف بالعراق كمركز جاذب للصناعة والتجارة والأعمال، كونه السوق الواعد للكثير من الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار ودخول السوق العراقية، وهذا يلقي بظلاله على المصالح الاقتصادية بين العراق والبلدان المشاركة. وهنا أدعو السادة أعضاء السلك الدبلوماسي في بغداد والملحقين التجاريين في السفارات إلى مشاركة جهود بلدنا في أن تكون الدورة المقبلة فاعلة من حيث المشاركات الدولية ونوعيات الشركات المشاركة، ليكون المعرض فرصة لقاء حقيقية تحقق الأهداف والمصالح المشتركة من خلال حث الدول والشركات على المشاركة وإقامة شراكات حقيقية مع القطاع الخاص العراقي الذي أصبح شريكاً أساسي وفاعل في التنمية الاقتصادية، وهو اليوم يتحمل جزء كبير في حملة الإعمار والخدمات التي تشهدها مناطق البلاد. وختاماً، أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من حضر وساهم في إقامة هذه الندوة، آملين أن تكون فاتحة خير لتحقيق مشاركة واسعة للدول في دورة معرض بغداد الدولي المقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نائب، خلينا نتحدث بداية عن اليوم الندوة، شلون شفتوها، الهدف منها، الغرض منها، خصوصا انه العراق اليوم ممكن رجع للواجهة بجميع المفاصل لا سيما على الصعيد التجاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نائب رئيس رابطة تنمية وتطوير الصناعات لرجال الأعمال العراقيين، حقيقة اليوم حققت هذا الندوة أهداف كبيرة بوجود وزير التجارة وكذلك الأخوة أعضاء الغرف التجارية والاتحاد الصناعات والأخوة النواب جميعا الذي حاضرين في هذا المؤتمر، وكان المؤتمر على مستوى عالي ونجاح كبير فيه لتحقيق الأهداف لكسب استثمار في العراق وتشغيل اليد العاملة. اليوم دولة رئيس الوزراء حقيقة أصر على عمل المؤتمرات والندوات لتوضيح كافة ما له خدمة من بلد وأراضي خصبة للاستثمار، كذلك وزير التجارة متعاون معاونة كاملة مع التجار والمستثمرين في العراق. اليوم احنا كرابطة تنمية وتطوير الصناعات، دعوة من قبل السيد رئيس الرابطة عبد الهادي نجم الأسدي باستقطاب الشركات الاستثمارية الأجنبية والشركات الاستثمارية العراقية طابهم بها جانب بالجانب الصناعي والتجاري والسكني، بس كعراق كدعم دولة رئيس الوزراء إلى كافة القطاعات، بس اليوم القطاع الصناعي
نفتقده كبلد بعدد سكان مستهلك، يحتاج إلى مصانع كبيرة، إلى شركات حقيقية تخدم العراق. اليوم بدور الوزارة ودولة رئيس الوزراء خلق الفرص الاستثمارية وإنشاء المشاريع الصناعية، هذا ما مستقبلا سوف يتم تطوير اليد العاملة وكذلك تطوير القطاع الخاص. طيب، على الصعيد الدول اليوم اللي اجت حضرت بالندوة، نريد نعرف انه من هاي الدول، منو مثلا؟ انا شفت يمكن الامارات، غيرهم من الموجودين؟ عمان كان بجانبنا، الاخ من الجانب من السودان، بعض الدول الخليجية حضرت، وكذلك أكثر ملحقيات السفارات الدولية. اليوم وزير التجارة قاعد يكون تعاون كبير مع السفارات والملحق التجاري للتعاون وتبادل الأنشطة بين العراق والدول الخارجية. اليوم العراق أخذ مساحته الواقعية بين الدول العربية وكذلك بين الدول الأجنبية. اليوم توافد الوفود على الفرص الاستثمارية بالعراق، هذا ما يدل على استقرار البلد بفضل ومساعي القوات الأمنية وكذلك رئاسة الوزراء. اليوم إذا أردنا نتحدث عن معرض بغداد المقبل، هو اليوم فقط ندوة حوار، ما أعتقد أكو مقررات ولا أكو اتفاقيات صارت، شنو الخطوة اللي ما بعد هذه الندوة؟ ندوة الحوار هي أساسية لتوضيح كافة مفاصل العمل. اليوم الشخصيات اللي حاضرة راح تنقل صورة عن هذه الندوة بأن مدى استعداد البلد ومدى استعداد الفرص الاستثمارية ومدى استعداد الشخصيات التجارية والقطاع الخاص والوزراء بالتعاون مع الفرص الاستثمارية. فهذه الندوة مهمة، ندوة يعني توضيحية كاملة بحتة بما يخص العراق. شلونك ستار؟ أهلا وسهلا. اليوم وفق هاي التحديات اللي جاي يعيشها البلد، وفق هاي النهضة اللي جاي نشوفها من والاهتمام الوافر أيضا من دولة رئيس الوزراء، هيك ندوة، هيك مشاريع، شنو ممكن التحديات اللي تواجهكم بهذا الموضوع أو تواجه العراق بشكل عام؟ والله انطلاقا من توجيهات السيد رئيس الوزراء المحترم تحت الشعار العراق ينهض، بدأت المشاريع تتوالى على العراق وبدأ الانفتاح العالمي على العراق من خلال حضور الندوة لهذا اليوم برئاسة وزير التجارة والاستثمار وبقية القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية. هذا الدليل قاطع أنه العراق يرغب بالاستثمار وأبوابه مفتوحة لكل من يرغب بالاستثمار بالعراق بعد أن تم تقويم كافة الأمور القديمة. حاليا الكل الوزارات مفتوحة مشرع أبوابها لاستقبال المستثمرين العراقيين وإزالة كافة العقبات. طيب، منو أكثر دولة بالوضع الحالي أو بالوقت الحالي ممكن مادة يد العون للعراق بهذا الجانب؟ والله بلدان كثيرة مادة يد العون ويرغبون بالمشاركة، أبرز والله دول الخليج يعني الحقيقة. أي نعم، حاليا دول الخليج مادة يدها للعراق من خلال زياراتهم المستمرة إلى بغداد. طيب، معرض بغداد المقبل راح يعني نعتبر أنه انطلاقة مهمة لهذا المشروع؟ نعم، الدورة القادمة راح تتميز عن سابقاتها، تتميز بالمشاركة الفعالة لدول مضافة للدورة السابقة من خلال شرح السيد الوزير والأخوة المستثمرين، وراح نلاحظ فعلا أكو تغيير جذري بالنسبة للمشاركات القديمة. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي من الجميل أنه اليوم نشوف هيك اهتمام من قبل وزارة التجارة أو من قبل دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشيوعي السوداني اتجاه هذا الموضوع، خصوصا أنه معرض بغداد المقبل راح يكون مختلف تماما عن المعارض اللي أقيمت سابقا، باعتبار اليوم الدول ممكن يكثر عددها بمشاركة معرض بغداد. فبالتالي اليوم نتأمل وبشكل كبير من معرض بغداد المقبل بدورته المقبلة. متواصلين معكم، خليك معنا. حضورنا اليوم لإلقاء الضوء على الدورة الدولية لمعرض بغداد الدولي، الدورة 47 التي تقام تحت شعار
العراق يتواصل. مدة الدورة 10 أيام من 1 إلى 10 تشرين الثاني 2023. الدورة راح تشمل القطاعات الحكومية المهمة من وزارات عراقية، أولها وزارة التجارة العراقية بشركاتها، وزارة النفط، وزارة الكهرباء، وزارة الصناعة، وزارة الزراعة، وزارة النقل، محافظة بغداد، البنك المركزي العراقي، بالإضافة إلى عدد من الوزارات العراقية الأخرى. كما توجد على أرض المعرض أجنحة ثابتة دائمة، نذكر منها جناح وزارة الصناعة اللي هو جناح مهم موجود على أرض معرض باد الدولي، بالإضافة إلى أجنحة ثابتة للمصارف العراقية نذكر منها مصرف الرشيد، بالإضافة إلى مشاركة الاتحادات والمنظمات المهنية المنضوية تحت شركة تطوير، تحت دائرة تطوير القطاع الخاص، منها اتحاد الصناعات العراقية، اتحاد الغرف التجارية، هيئة المصارف واتحادات ومنظمات أخرى. الخدمات تقدمها شركتنا بصورة عامة للمشاركين في دورة معرض باد الدولي. أول الخدمات اللي نقدمها هو نظام الحجز الإلكتروني تماشيا مع توجيهات السيد وزير التجارة، باعتماد تقديم الخدمات لكل شركات وزارة التجارة بشكل إلكتروني، يتيح للمشارك حجز مساحته وهو داخل مكتبه من خلال زيارة موقع معين مثبت عند حضراتكم في الأجندات في ملف الدعوة موجود عند حضراتكم. هذا الموقع من خلال زيارته ممكن الاطلاع على قاعات معرض باد الدولي واختيار المساحة المرغوب بها، ومن ثم ملء استمارة معينة لتظهر بعد ذلك فاتورة كاملة بالمساحة والأجور الخاصة بالمشاركة. تقوم شركتنا بتسهيل مهمة منح سمات الدخول لجميع المشاركين، المشاركات الرسمية والمشاركات المستقلة للدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى ذلك تقوم بتسهيل مهمة إدخال معروضات الشركات المشاركة من جميع المنافذ الحدودية البرية، البحرية، الجوية، بالإضافة إلى خدمات أخرى منها إصدار بطاقات الدخول للمشاركين وإقامة الندوات والمؤتمرات على هامش المعرض. يسأل كثير شنو هي القطاعات اللي راح تشارك في دورة معرض باد الدولي؟ معرض باد الدولي دورة 47 هي دورة دولية شاملة تشمل جميع القطاعات، منها وأهمها قطاع النفط، الكهرباء، الزراعة، الأشياء الأساسية اللي يعتمد عليها العراق للنهوض، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل السيارات، البناء والإعمار والإنشاء، السياحة، وجميع القطاعات التي يهتم بها المواطن العراقي من صناعة نسيجية، ألبسة، يعني هو معرض دولي شامل. آلية المشاركة كما ذكرنا تكون إلكترونيا بزيارة موقعنا اللي هو www.expo.gov.iq. موقع إدارته سهلة جدا، ممكن الحجز بصورة مبسطة جدا جدا جدا. القاعات المتاحة للحجز في دورة معرض باد الدولي راح تكون 12 قاعة مقسمة بمساحات مختلفة، مجموع المساحة الإجمالية الخام للقاعات 28,000 متر مربع تقريبا، مجموع المساحات الفعلية المخصصة للحجز حوالي 15,000 متر مربع، آخذين بنظر الاعتبار
زيادة المساحة من خلال إضافة قاعات معرضية أو خيام معرضية لاستيعاب جميع المشاركين في الدورة. في هذه الدورة راح يكون شيء أساسي موجود هو الجناح العراقي اللي كان بالدورة السابقة، وإن شاء الله هاي الدورة راح يكون الجناح العراقي ضمن الأجنحة المشاركة في دورة معرض بغداد الدولي. أستثمر وجودكم وأدعوكم للمشاركة الفاعلة في دورة معرض بغداد الدولي، لأن دورة مهمة وراح يصير بها يعني لقاءات مهمة لرجال الأعمال والمستثمرين والالتقاء بالجهات الحكومية بشكل مباشر. سيادة النائب، ما هو دور البرلمان أو السلطة التشريعية في تعزيز بيئة الاستثمار في العراق، وخاصة فيما يتعلق بالشركات الأجنبية؟ فضلت. شكرا جزيلا، صباحكم الله بالخير والعافية. تحية طيبة للمحور الكريم والأخ العزيز السيد المعالي المحترم وبقية أخواننا الأعزاء من سادة النواب جميع الحضور وحضر أطراف المسميات، أسعدتم صباحا. لا يخفى على حواراتكم أكيد اليوم أن العراق يمر بمرحلة صحيحة المسار ومواكبة طريق الاقتصاد والإعمار والبناء مع تطلعات حكومة السيد محمد الشجاع السوداني المحترم. أيضا في لجنة الاستثمار والتنمية عدينا عدة قوانين متعلقة في مجال الاستثمار والإعمار وتسهيل آلية وعمل الاستثمار وتسهيل آلية دخول الشركات الأجنبية إلى العراق ودخول الشركات الاستثمارية الرصينة اللي تخدم الوضع البلد اللي تخص جميع القطاعات اللي هي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والإعمارية اللي هي الصناعة والزراعة وكل مشاريع الاستثمارية والبنية التحتية وقطاعات الطرق والجسور ايضا. فدورنا كلجنه الاستثمار والتنميه النيابيه راجعنا قانون الاستثمار ورفعنا توصيات الى السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم والامان العام لمجلس الوزراء والى رئاسه مجلس النواب بتعديل قانون رقم 245 من سنه 2019، واشرنا على عده ملاحظات منها 9 فقرات لكون الاستثمار والأرض اللي كون العراق هو بيئة استثمارية خصبة ولكون قانون الاستثمار بحاجة إلى تعديل، أشرنا إلى عدة فقرات وأخذوها بنظر الاعتبار، وكانت لنا لقاءات مستمرة مع السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم ووعدنا بتعديل الفقرات المذكورة على طبعا هذا يصب مصلحة البلد ومصلحة الشركات الاستثمارية اللي يعني تحب تستثمر في جميع القطاعات في العراق. و ايضا ارسلنا كتاب ولقاءات مستمره الى السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم بعقد مؤتمرات، طالبنا بعقد مؤتمرات دوليه بالعراق وارسال كتب رسميه، كتب دعوه الى الشركات الرصينه العالميه اللي موجوده اللي شاركت الموجوده بالدول الخليج العربي اللي شاركت بناء الشرق الاوسط عموما، ودعينا الشركات وقدمنا ايضا مقترح على السيد رئيس مجلس الوزراء. دعينا الى مؤتمر موسع وكبير في نهايه شهر تموز المقبل، وابدا استعداد السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم. واحنا اليوم بدورنا ندعو الشركات العالميه الاستثماريه نقول لهم انه اليوم التوجه نحو العراق لانه بيئه موجوده، بيئه خصبه، بيئه عامه، والبلد متاح لجميع الاعمال. أهلاً ومرحباً بكم. مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم الان مع المتحدث الرسمي باسم وزاره التجاره استاذ محمد حنون. شلونك؟ اهلا وسهلا، حياك الله. مشتاقين. الله يسلمك. وزنك صاعد بس
والله عندي بطني فتك ترى يعني قضية طبية. الله يسلم. اليوم دور وزارة التجارة كبير جدا خصوصا بهذه الندوة اللي رعيتها انه برعاية وزارة التجارة المشاريع المقبلة، الخطط، خطط وزارة التجارة اهدافها المقبلة شنو؟ حقيقة وزارة التجارة تعمل بعدة مشاريع. المشروع الاول اثبتت البطاقة التموينية، السلة الغذائية وما يرافقها من تأمين الوضع الغذائي العراقي، والوضع الغذائي جيد نتيجة السلة الغذائية ونتيجة جهود وزارة التجارة في هذا الجانب. بالجانب الآخر تعمل وزارة التجارة على إنجاح معرض بغداد الدولي من خلال التهيئة والاستعداد الأمثل للمشاركات الدولية في هذا الجانب. احنا نسعى إلى مشاركة دولية واسعة، نسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية. بغداد ستكون بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية من خلال المؤتمر اللي يعقد هذا اليوم للملحقين التجاريين للبعثات الدبلوماسية. بغداد من خلال وزارة التجارة تحاول أن تطرح وجهة نظرها لاستقطاب العالم، ومهم جدا أن ينطلق العالم للعراق لما لبغداد بالمستقبل من أهمية اقتصادية كبيرة قائمة على أولا وجود مشاريع استثمارية. العراق سيكون بيئة استثمارية جيدة. نسعى أن تكون دورة بغداد معرض بغداد الدولي دورة غير عادية، دورة تشارك بها عدد كبير من الدول وشركات كبيرة ورصينة بغية تحقيق شراكات مع القطاع الخاص العراقي. ممكن اللي تابعنا يعني يتخيل أو يتصور أنه الموضوع فقط موضوع تجارة بغداد، خصوصا اليوم يمكن سمعت أنه مشاريع استثمارية كبناء وبنى تحتية، كل ما يتعلق بالاقتصاد. يعني احنا اليوم نتحلق زراعة، تجارة، اقتصاد، نفط، طاقة، كل ما يتعلق في بناء الاقتصاد العراقي هو في معرض بغداد الدولي. كل الدورات السابقة كانت دورات يعني حقيقة لا تلبي الطموح، اليوم لا. احنا من قبل سنة الآن مصرين على إنجاح معرض بغداد الدولي. اللي يختلف بإسهامات الدول، عدد الدول المشاركة، فضلا عن الشراكات اللي يقيمها القطاع الخاص العراقي. والشيء المهم انه بغداد ستكون حاضنة اقتصادية كبيرة للعالم. سؤال أخير، اكو تحديات تواجهكم؟ والله التحديات احنا جاي إرادة نواجه التحديات. الآن وزارة التجارة خلية عمل، معرض بغداد يعني يقيم الندوات، وهي اليوم الندوة خطوة أولى بالاتجاه الصحيح. أشكرك. إن شاء الله الصحة وعافية وتضعف نشوفك. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي احنا فرحين جدا انه بهيج موضوع ان تكون بغداد واجهة لاستثمار العالم وبوصلة العالم تتجه نحو بغداد، خصوصا انه اليوم الموضوع ما يتعلق فقط بموضوع تجاري بقدر ما انه موضوع اقتصادي يشمل جميع المنشآت أو الجوانب الأخرى اللي ببغداد اللي حاليا من بنى تحتية ومن القطاع الزراعي وما شابه ذلك. فلذلك كل الأمنيات يعني راح تكون على معرض بغداد خلال دورته المقبلة، خصوصا وأن يعني اللي موجودين والحاضرين يبدوا رغبتهم خصوصا بمشاركة واسعة وعلى صعيد جميع القطاعات اللي موجودة اللي تخص معرض بغداد بدورته المقبلة. متواصلين معكم، خليك ويانا. سؤالنا الثاني للدكتور رائد نزار، ما هو دور اتحاد الغرف التجارية في تعزيز دور الاستثمار والشراكات مع الشركات الأجنبية؟ السلام عليكم معالي وزير التجارة. الحقيقة بالنسبة إلى اتحاد التجارية أو راح نتحدث فيه هو عبارة عن إرادة وتقييم يعني اقتصادي لموضوع البيئة الجاذبة للاستثمار ودور القطاع الخاص أو تحديدا الاتحاد الغرف التجاري باعتبار اختصاص الاتحاد وبالنشاط التجاري بالتحديد. المسألة الأولى أنه القطاع الخاص من ضمن الاتحاد مثل ما حقيقة أشار معالي الوزير المحترم إلى أنه اليوم القطاع الخاص انطلق إلى مساحة أكبر، أصبح الآن شريك حقيقي في يعني سيرورة القرار، في اتخاذ القرار، في رسم القرار. بنفس الوقت كان أنا شجع الاتحاد هو الإصرار الأولوية الاقتصادية التجارية للحكومة العراقية. هذه الحكومة الحقيقة تتمثل بقدرات اقتصادية ومنطلقات اقتصادية تجارية تركز على الشراكة، وهذا الحقيقة بالنسبة لنا يعني كاقتصاديين نعرف حقيقة منطلق السبب أنه الموازنات العراقية بشكل عام هي أغلبها تتجه نحو جزء صغير جدا يعني تخص الاستثمار. ولهذا لما نتحدث عن البيئة الجاذبة أحد عناصر الحقيقة ذاتها موجود أمامنا، دعم حكومي لا محدود
رؤيه وتفاعل حقيقه غير محدود من السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه. نفس الواقع مثل ما ايضا اشار المصادر هذا التعاضد وهذا الاصرار وهذا التعارف والاستقامه الاقتصاديه ايضا العراق الحقيقه يتميز به. اليوم العراق الحقيقه يريد ينهض، يريد يواجه التحديات من عام 2019 كوفيد 19 وتبعاته ادت الى تراجعات كبيره وادت الى مزيد من الريعيه، فكنت ناخذ العراق معتمد على اقتصاد يعتمد على النفط. تباين اسعار النفط يؤدي الى الحقيقه التضخم الموازنة او المضي نحو برامجها الاقتصاديه بشكل عام. إذن معرض بغداد بدورته المقبلة سيصدر العراق كبلد وكواجهة قابلة للاستثمار، خصوصا بعد التأكيد على وجود عدد مشاركين أكثر من ما كان بالدورات السابقة. يعني وبين قوسين أنه معرض بغداد بدورته المقبلة سيكون مختلف تماما عن بقيته، وأيضا فاتحة خير على العراق. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل، إلى اللقاء.